وشوط كمان. دار ابو سلطان كلمات غدير بن سعيد بن غدير الكتبي، الحان سعيد الكعبي، زينة ايضا من هاي. تحية مرة ثانية تأتيكم، وهكذا تستمر هذه الانطلاقات. أعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق أعلنوا عن دفعة جديدة وشوط آخر يتجدد بين الحين أو الآخر. الشوط القادم خصص لفئات الأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل، والمسافة كما هي بالخمسة كيلومترات، وأبناء القبائل هم من يسمح لهم بالمشاركة في هذه الأشواط. نرحب بهذا الشعار، نرحب غانم بن مسر بالقوبع المنصوري من يقدم ليتيمة على المركز الأول. أما المركز الثاني الباسل مشعار بن سعيد بن غدير. إذا انتقلنا إلى المركز الثالث خليفة بن مفرح بن بليشة من يأتينا على ثالث المراكز مع الشاهينية. والمركز الرابع وصلوا هالند الحمر، وصلوا هالند الحمر مع الراشدية، سلطان بن طارش بالقوبع المنصوري بن سعيد بن وبن ثاني، ولكن المعركة ستشتعل. روح يا ابن معدن، روح روح، نلحق اللي تكلمنا عنها، نلحق المايدية اللي قلنا سجلها حافل بالإنجازات لها سجل بيتم منقول واسمنا مسجل في الدواوين. نعم يا سلوم يا سلوم، نعم راحت عن الشوط، راحت عن الشوط، بدأت تواصل المسير، تستخدم، ولكن بن دحروي مشكل خطورة. الشعار الأحمر بدأ يشكل الهجوم على المقدمة، ولكن المايدية ما هو براضية. المايدية لأنها تكون راد غيرت على اليسار وعلى اليمين. يوم ما عندك سبوق النعم تموت حي، لا ولا خبرك على الشاشة يبين. هات يلي تطوي الميدان طيب ليتبدل على اليسار وعلى اليمين، ولكن الثاني المجهولة وبوبو يدد. يا ولد، روح. الآن بدأت تشتعل، اشتعلت نار المعركة بين بن كليب مع المايدية، وبين المجهول اللي على الثاني، وبين بن دحروي على الثالث، ولكن المايدية تفارق المسافة، تاخذ الميدان، تاخذ الكادر، تاخذ الجمهور، تاخذ الزعفران مع الناموس. الثاني لم نتعرف عليها إلى هذه اللحظات. الروح مع المايدية. سلام يا المدام. المايدية سلام، والسلام إلى المايدية، السلام إلى بن كليب، السلام إلى محبينك، السلام إلى أنجالك، السلام إلى جماهيرك. نسلم على سالم بن سيف بن كليب، ونسلم على سيف بن علي بن كليب، ومهير بن علي بن كليب، وكل عائلة بن كليب. نهديهم السلام، نهديهم الناموس، نهديهم التأهيل في أول الأشواط. الثاني هاي مجهولة ما قدرنا نتعرف عليها ولا عندنا معلومة عنها. الثالث بن دحروي، الرابع بن صرود علي، الخامس احمد المحرمي، السادس غانم بن مسفر بالقوبع، و خليفه بن رحم ليش على المركز السابع. اظني هذه النتيجه مشاهدينا الكرام.